بسم الله الرحمن الرحيم. طلابي الأعزاء، السلام عليكم. في آخر الفيديو اللي فات حكينا عن موديل رائع راح نستخدمه عشان نفهم الconceptual design تاع الداتابيز، اسمه الـ ER model أو الـ Entity Relationship model. في هذا الفيديو اللطيف راح نتعرف على مقدمة في الـ ER model ونبدأ نبني أول حاجات بسيطة فيه إن شاء الله. إذا تتذكروا حكينا عن الـ ER model مبني على الحاجات الأساسية اللي هم الـ Entities والـ Relationships. الـ Entity هي حاجة Object في الدنيا الواحد بيقدر يميزها عن الحاجات التانية، والـ Relationship هي العلاقة اللي بتتم بين هذول الـ Entities. الـ Entity والـ Relationship ممكن يكون لهم شوية حاجات بنسميهم Attributes، خصائص اللي هم معلومات واصفة للـ Entity أو للـ Attribute. لما الواحد يمسك الـ ER Diagram بيسمع أو بيتفرج أو بيقابل الناس اللي عندهم User Requirements وبيكتب أو بيعمل ER Model، لما يعمل ER Model مفروض أنه يكون عارف أو لما يخلص عمل ER Model مفروض أنه يكون عارف كل الـ Entities اللي هو بده يشتغل عليها، كل الحاجات اللي في الشركة اللي بده يعملها برنامج، كل الحاجات اللي في الحاجة اللي بده يعملها برنامج، إيش العلاقات بين كل هذه الحاجات، وإيش بده يخزن من في الداتابيز عن كل هذه الحاجات. يعني بده يعرف الحاجات اللي هي الـ Entities، إيش العلاقات المنطقية والشغل اللي بصير على هذه الحاجات Relationships، وإيش الخصائص اللي بده يخزنها في الداتابيز عشان يوصف الـ Entities ويوصف الـ Relationships. وبرضو أثناء عمل الـ ER Model، الـ ER Model بيسمح لنا أنه ناخد فكرة جيدة عن إيش هي البيزنس كونسترينز اللي موجودة. إيش مثلا في عنا لما نعمل برنامج لدوري، بنعرف إنه اللاعب الواحد بيلعب لنادي واحد خلال الموسم الواحد، وبنقدر نعبر عن هذا الكلام جوا الـ ER model، وحتى بنقدر نعبر عن هذا الكلام من خلال الرسم جوا الـ ER diagram. فهم الـ ER model رح يعين الواحد فينا إنه يكون لما قاعد هو بيسمع عن وصف شغلة يسأل حاله الأفكار الصح ويسأل حاله الأسئلة الصح، لأنه قاعد بتخيل حاله بيعمل conceptual model. وتعلم التول اللي هي زي الـ ER model بتخلي الواحد يعرف يبني الكونسبت في راسه بشكل أفضل. الإشي الأساسي في الـ ER model هو الـ entities والrelationships. الـ entity هي أي إشي قائم بحد ذاته، بنقدر نميزه عن أي إشي تاني. لو كنت بتحكي ضمن الجامعة فالـ student هو entity، لو كنا بنحكي ضمن الدوري فالمباراة entity، اللاعب entity، النادي entity، لو كنا بنحكي ضمن جدول فالمحاضرة entity، الخطة entity، وهكذا. أي إشي أنت بتقدر تحكي عنه إنه حاجة مو حاجة أنا بقدر أميزها عن الحاجات التانية في العالم بنسميها Entity. الEntity بشكل عام هي الحاجة الواحدة. الEntity Set هي مجموعة الحاجات اللي بتشبه بعض. يعني مثلا في عنا Entity لاعب اسمه كريستيانو رونالدو، Entity لاعب اسمه ليونيل ميسي. فالEntity Set لاعب بتحتوي كريستيانو وميسي ودي ماريا ونيمار وكل اللاعبين، تمام؟ طبعا الـ Entity زي ما حكينا بيكون لها حاجات معرفة إلها Descriptive Properties بنسميهم Attributes. وإحنا أصلا عشان درسنا Relational Model بنعرف إيش يعني Attribute، هي الـ Attribute اللي بتيجي في الجدول. وبنعرف برضو إنه في Subset من الـ Attributes شغلانتهم إنهم يعرفوا هذه الـ Entity، ولازم يكونوا Unique بين Entity و Entity تانية عشان تقدر تعمل Unique Identification للـ Entity، وهذا الـ Attributes سميناهم Primary Key. طيب قبل ما نمشي تحت خلينا نوقف شوية ونعرف ثلاث مصطلحات. احنا حكينا قبل شوية عن Entity و Entity Set، واخدنا فكرة انه مثلا لو كان في عندنا Entity Set اسمها لاعب بيكون رونالدو هو الـ Entity. فالـ Entity هي الشخص اللي جوا، الـ Entity Set هي الحاجة الكبيرة اللي بتجمع مجموعة الأشخاص أو مجموعة الـ Entities اللي من نفس النوع. يعني هنا في عندنا كريك هو Entity واحدة، Instructor هي Entity Set، Student هي Entity Set، و أوي هذا عبارة عن
entity من نوع student. هما entity sets فممكن يكون فيهم أي رقم sets. لو بدك تعمل referral أو بدك تحكي عن الحاجات اللي هلقيتها جوا entity set instructor بتحكي عنها entity extension. ف the extension of the entity set instructor هو مجموعة الناس اللي موجودين هان، وهي بتشبه الانستانس اللي حكينا عنها المرة اللي فاتت. عرفنا شو هي الانتيتي في الواقع، كيف الواحد يمثل الانتيتي جوا الـ ER model أو جوا الـ ER diagram لما يرسمها. الانتيتي بتتمثل جوا الـ ER diagram على شكل مستطيل، في علامة مميزة أعلى المستطيل. أعلى المستطيل بنكتب اسم الانتيتي set، يعني هنا مثلا بنكتب لاعب، وفي المكان الباقي من المستطيل بنكتب كل الـ attributes لذلك اللاعب. واي اتريبيوت احنا عاملينها برايمري كي بروح بنحط تحتيها خط، بالضبط بالضبط زي ما كنا بنعمل السكيما في شابتر 2. اشي لازم الواحد يذكره، انه لو اي واحد جاي يتعلم ER من كتاب تاني او من وقت تاني، الـ ER diagram ما كانش يرسم الانتيتيز زي هيك زمان، او حتى الان مش اللي عمل الـ ER diagram اسمه بيتر تشين، التشين نوتيشن للـ ER diagram بيرسمش الانتيتيز بهذا الشكل. بيرسم الانتيتي ست كمستطيل في النص instructor، وبيستخدم الشكل البيضاوي عشان يعبر عن الاتريبيوتس، يعني بيكون شكله زي هيك. هذا الاشي ضايل شغال لهلقيته، اسمه chains notation. وحتلاقي بعض التولز وبعض الكتب بترسم الـ ER diagram بالchains notation، ولكن أنا مع الكتاب إنه أحسن نعملها زي هيك. هذه مستعارة من حاجة اسمها UML class diagram، وأوضح بكتير وبتشبه السكيما اللي كنا نرسمها في شابتر 2 كتير، وحتلاقوها موجودة في تولز أكتر من اللي بتستخدم الالبسيس عشان الاتريبيوتس. ولكن لو شفتوا مكان في رسم ER diagram وفي مستطيل زي هيك وطالع منه ellipses، فالإليبس في الأوريجينال نوتيشن تاع بيتر تشين هو أصلا attributes. عندنا الاتريبيوتس ما بتنحطش في ellipse، بنحطها extension للمستطيل تاع الانتيتي، وعندهم برضو نفس الإشي إنهم بحطوا خط تحت الاتريبيوت اللي بدنا نعملها برايمري كي. الإشي الأساسي الثاني اللي بيكون الـ Entity Relationship Model بعد الـ Entities هو Relationships. Relationship هي مجرد رابط أو Association أو علاقة ببساطة بين two entities من two possible entity sets. يعني في عندنا هنا الـ Entity Set Student والـ Entity Set Instructor. A possible student، واحد خلينا نقول A possible entity student اسمه عمر، و A possible instructor، instructor اسمه أيمن. فالانتيتي اللي من نوع student ممكن يكون في بينها علاقة بين الانتيتي اللي من نوع instructor، انه الانستراكتور هو المرشد او الادفايزر بتاع الستودنت. ساعتها بنقول انه في relationship بين الانتيتي عمر والانتيتي ايمن، او في relationship set اسمها advisor بين اي student واي instructor. الواحد ممكن يعبر عن الريليشنشيب أو العلاقات داخل الريليشنال موديل عن طريق إنه يوصل الناس اللي بيعبروا، بيوصل التابلز اللي بيعبروا عن entities بالناس اللي معهم علاقة. فمثلا هنا في عنا الانستراكتور C بيعمل advice للطالب T، وانت عارف لما انت قمت بهذه التوصيلة معناته إنه في علاقة بين هذا الإشي، هذا الانتيتي، وهذا الإشي، هذا الانتيتي. هذه العلاقة اسمها relationship، وبنعبر عنها داخل الـ ER model على شكل حاجة بتشبه الدايموند، هذه حاجة بتشبه المعين. formally relationship تعبير عنها بيقول انه لو في عندي possible entity set اسمها E1، زي ما كان في فوق possible entity set اسمها student، و possible entity set اسمها E2 زي ما كان في فوق possible entity set اسمها instructor، و you can go as far as you want، يعني ممكن تعمل انت علاقة بين اكتر من 2 entity sets عكيفك. لو اخذت عنصر من ال entity set الاولى وعنصر من ال entity set الثانية، ممكن تربطهم
ماثماتيكلي انك تحطهم في زوج مرتب مثلا زي ما هم حاطين الان، وهذه الترتيبه انهم الاثنين ذكروا مع بعض بندل انه في بينهم علاقه، وطبعا بنقول بنعطي لهذه العلاقه اسم، فبصير انهم الاثنين محطوطين في زوج مرتب ومحطوطين في ست اسمها advisor، معناته انه الانتيتي اللي من نوع student يرشدها الانتيتي اللي من نوع advisor. كيف بنعبر عنها في الاي ار موديل؟ على شكل دايموند او على شكل معين، بنكتب بنرسم معين وبنحط جوا المعين اسم relationship، وبنوصل المعين بكل الانتيتي سيتس اللي تحكمهم هذه العلاقة. اغلب العلاقات في الدنيا بتكون علاقات ثنائية، فهنا بنوصل الادفايزر بالانتيتي سيت ستودنت وبالانتيتي سيت انستراكتور، ومعنات هذا التوصيل انه ممكن اي عضو من الانتيتي سيت هذه، يعني ممكن اي طالب يكون له اي يكون في بينه وبين اي استاذ اي عضو من هذه الانتيتي سيت علاقه اسمها ادفايزر. الريليشن شيب ممكن يكون ما تكونش بس مجرد كلمه، ممكن يكون لها شويه خواص. مثلا في حالتنا انه ممكن يكون علاقه الارشاد لها تاريخ بدايه وتاريخ نهايه، ومثلا ارشاد على شو بالضبط. فمثلا لو خلينا نقول انه بدنا بس نخزن المعلومه البسيطه انه الانستراكتور هو مرشد الطالب الفلاني بدايه من تاريخ كذا ونسجل تاريخ، ساعتها بصير في عندنا descriptive property يعني attribute للريليشن. لما بدنا نحط attribute للريليشن بنروح بنحطها في مستطيل وبنوصلها بخط المقطع بينها وبين الادفايزر بينها وبين الريليشن. لاحظوا انه وصلناها بخط متقطع عشان ما يكونش في مجال للشك انه هذه عبارة عن entity تانية او entity set تانية، هذه عبارة عن مجرد attribute للريليشنشيب ادفايزر. طيب الريليشنشيب ممكن يكون فيها او هي دائما ريليشنشيب فيها ادوار، يعني بنقول انه في عنا انستراكتور يساهم في علاقة ادفايزر، وستودنت يساهم في علاقة ادفايزر. مساهمة الانستراكتور انه هو عبارة عن المرشد الانستراكتور، ومساهمة الستودنت إنه هو عبارة عن المرشد أو الطالب أو الحاجة المحتاج إرشاد. لما تكون الأمور واضحة كتير بس من اسم الانتيتي زي هيك، ما بيضطرش الواحد يكتب حاجة هنا أو هنا عشان يبين إنه هذا الإشي إيش بيعمل هنا، أو هذا الانتيتي ست هذه إيش شغلانتها جوا الريليشنشيب ست هذه. ولكن في مرات بيلزم الواحد يكتب هاي الحاجات. الإشي اللي بنكتبه على السطر أو الإشي اللي بيلزم نكتبه أو نوضحه هو دور هذه الانتيتي في هذه العلاقة، وكتش بيلزم إنك تكتب توضيح للدور وتكتبه فوق على الخط. من الأمثلة الشائعة اللي بيلزم فيها توضيح الدور إنه يكون في عنا علاقة بين انتيتي وكمان انتيتي من نفس الانتيتي ست. يعني مثلا لو كان في عنا انتيتي ست اسمها كورس جواها انتيتيز مختلفة من الكورسات، كل كورس جواها entity، وبدنا نعمل علاقة relationship اسمها prerequisite زي ال prerequisite اللي مرت علينا مفهومة قبل هيك. فلما يكون في عندك علاقة بين ال entity set ونفسها بيكون إجباري أصلا تكتب إنه ال entity set هذه بدها تساهم بكورس، والمساهمة الثانية يكون عنوانها إنه هذه عبارة عن متطلب سابق لهذا الكورس. ال ID اللي بيبين على هذا الطرف هو الكورس الكبير مثلا داتابيز، والاي دي اللي بيبين على هذا الطرف ويمثل الانتيتي اللي هي عبارة عن المتطلب السابق مثلا جافا. وساعتها في هذه الحالة عشان ما يكونش في ambiguity لازم اللي بيعمل اي ار موديل يكتب الرول، يكتب ايش مساهمة هذا الطرف وايش مساهمة هذا الطرف. ممكن في حالات تانية تكتب الرول لو انت شايف انه محتاج انك تكتب رول، بس هنا اجمالي الريليشنشيب في إلها حاجة بنسميها the degree of the relationship، وهي عبارة عن
بس مجرد كم entity set مشاركة في relationship. لو كانت في 2 entity sets مشاركة في relationship بنسميها binary relationship أو a degree of 2. لو كان في عنا 3 entity sets مشاركين في relationship بنسميها ternary relationship أو a degree of 3. أغلب الريليشنشيبس اللي في العالم وفي الدنيا بتكون باينري ريليشنشيبس، بس مرات بيلزم الواحد يعبر عن ريليشنشيب بساهم فيها 3 انتيتيز. والمثال المكتوب في الكتاب إنه في عندنا انستراكتور بيشرف على ستودنت جوا بروجكت. لاحظ إنه عندنا انتيتي هنا، انتيتي سيت اسمها بروجكت، بنحط جواتها المشاريع اللي شغالة في الجامعة، وانتيتي سيت اسمها ستودنت بنحط جواها كل students اللي في الجامعة، وانتيتي ست اسمها instructor بنحط فيها كل instructors في الجامعة. علاقة الإشراف ما بتتمش إنه الانستراكتور بيشرف على student وبس، لازم يشرف عليه في مشروع، فهدول التلاتة لازم يكون في بينهم علاقة، ولازم التلاتة entity sets يرتبطوا في relationship project guide، اللي هي إنه الانستراكتور بيشرف أو يرشد الستودنت الفلاني داخل البروجكت الفلاني. هذه الدجري تبعتها 3، ولاحظوا انه اسمها ترينري، يعني بيساهموا فيها 3 انتيتيز. الاتريبيوتس اللي بنخزنهم عن الانتيتي او عن الريليشن شيب جوا الاي ار دايجرام هم بيشبهوا كتير الاتريبيوتس اللي انت بتعرفهم. اذا انت متذكر حكينا عن الدومين تبع الاتريبيوت وايش نوع والقيم المسموحه انها تاخذها هذه الاتريبيوت. طبعا needless to say انه الاتريبيوت بتاخذ value والدومين هو بيحدد الفاليوز، ولما نطلق اسم اتريبيوت هيك بنكون قصدين الاسم بشكل عام، ولما نحكي مثلا كلمه عمر فمعناته انه الفاليو للاتريبيوت نيم هي عمر، والدومين بيحكم الفاليوز اللي بتنحط جوا الاتريبيوت. الاتريبيوت جوا الاي ار دايجرام ممكن تكون سيمبل زي الحاجات اللي حكيناها فوق، انه يكون الاسم مجرد نص، وممكن تكون كومبوزيت. كومبوزيت معناتها ممكن تفريقتها، وراح نشوف كمان شويه ايش يعني هذا الكلام. ممكن تكون سنجل فاليود، يعني اتريبيوت ممكن يكون لها قيمه واحده او يكون لها عده قيم. ومثال على هذا الكلام، انت ممكن لو الجامعة بدها تخزن ارقام جوالات الموظفين عندها، فكل موظف ممكن يكون معهوش جوال اصلا، او عنده جوال، او عنده جوال وطنية، او عنده 3 جوالات وهكذا. فعشان هذا الاشي ممكن يكون له ولا قيمة او قيمتين او 3، بنسميه ملتي فاليو اتريبيوت لو سمحنا للجامعة تخزن اكثر من جوال للمستخدم. دريفن اتريبيوت هي اتريبيوت يمكن حسابها من باستخدام بيز اتريبيوتس او باستخدام حاجات مخزنه تانية. فمثلا الاشي اللي يمكن حسابه بنسميه بيز اتريبيوت. فمثلا لو كنا مخزنين ديت اوف بيرث ممكن نحسب دريفن اتريبيوت اللي هي الايج عن طريق استخدام تاريخ اليوم والبيز اتريبيوت اللي احنا مخزنينها. الكومبوزيت اتريبيوت ممكن اصلا هي تكون، او الاي ار دايجرام بيسمح degrees of composition. يعني مثلا ممكن واحد يقول انه في عندي composite attribute name مكونه من first name وmiddle name ولاست نيم، او في حالتنا اسم الاسم، اسم الاب، اسم الجد، اسم العائله، وهكذا. ممكن نقول انه الادرس تبعنا هو composite attribute مكونه من الشارع، المدينه، الولايه، البوستال كود، وحتى الشارع ممكن نقول انه هذا الشارع بحد ذاته اصلا هو كومبوزيت اتريبيوت، او الشارع جوا الادرس هو كومبوزيت اتريبيوت، له اسم وله رقم وهكذا. واكتشف الواحد بيستخدم كومبوزيت اتريبيوت في الدنيا، يعني متى الواحد بحس حاله بده يعمل انتيتي ويعطيها اتريبيوت او الاسم ككومبوزيت مش كسمبل. يعني لما كنا بنعمل لحتى الان في المادة كنا بس بنكتب نيم وما بنقلقش وبنكمل. مكتشف بيلزم الواحد يكتب نيم ويقول انه هذه النيم عبارة عن composite attribute مكونة من first name وmiddle name ولاست نيم. هي ببساطة اذا كان في عنده في البزنس نيد سيناريو بيستخدم كل الاسم
وفي عنده سيناريوهات تستخدم أجزاء من الاسم. يعني لما تلاقي حالك في عندك لزمة إنك تستخدم الاسم الأول لحال في الشغل، وفي لزمة تانية إنك تستخدم كل الاسم، ساعتها أنت بيلزم إنك تعكس هذه اللزمة، تعكس البيزنس نيدز جوا الـ ER موديل تبعك عن طريق إنك تعبر عن هذه الشغلة ككومبوزيت أتريبيوت. كيف الواحد بعبر عن الكومبلكس أتريبيوت سواء كانت كومبوزيت أو مالتي فاليود أو دريفن؟ بيروح بس بيعملهم انت indentation. هو بيكتب، لاحظوا ان عندنا في عندنا composite attribute اسمها name ومكوناتها هم هدول، فعملنا زي tab وكتبنا address composite attribute مكونة من كل الحاجة indented اللي تحتيها، فمكونة من zip وstate وcity وstreet اللي هي بدورها اصلا composite attribute مكونة من 1 2 3. المالتي فاليد اتريبيوت عشانهم بيشبهوا المجموعات فبنحطهم في اقواس مجموعه. لاحظوا هنا انه الفون نمبر في حواليها قوس مجموعه، وهذه ممكن تكون هي مجموعه من الفون نمبرز مش بس فون نمبر. الاتريبيوت العاديه زي ديت اوف بيرث هي بتضلها زي ما هي اندنتد عادي على الشيء الاساسي. الاتريبيوت البرايمري كي بنحط تحتها خط، والدريفن اتريبيوت بنحط جنبها أقواس الفانكشن على أنها هذه بدها تنحسب حساب يعني. وطبعا الواحد بيقدر يحذر أنه هذا الإشي ما بتخزنش، هذا الإشي بس بنحسب. طيب في عنا حاجة جوا الريليشنشيب أو إلها علاقة في الريليشنشيب اسمها الكاردناليتي. وخلينا قبل ما نشرح إيش هي الكاردناليتي بده الواحد يميز بين الكاردناليتي تبعت الريليشنشيب والديجري تبعت الريليشنشيب. ديجري حكيناها قبل شوية، هي ببساطة هو قديش كم entity مشاركة في relationship، فكم entity set مشاركة في relationship set. فبنقول هذه degree تبعها 3 لأنه في عنا 3 entity sets مشاركين في relationship set. هذه cardinality هي بتحكيش عن relationship set، بتحكي عن entities الملموسين. لما يكون في عنا علاقة بين entity set و entity set تانية، فمن الانتيتي سيت اللي على اليمين والانتيتي سيت اللي على الشمال ممكن يساهم في تلك العلاقة أعداد مختلفة من الانتيتيز. يعني مثلا لما يكون في عنا انتيتي سيت اسمها A، خلينا نقول انها بتمثل لاعبين، وانتيتي سيت اسمها B بتمثل، خلينا نقول بتمثل أندية، فلما نقول انه في علاقة 1-to-1 بين انتيتي سيت A وانتيتي سيت B، معناته انه كل واحد، كل entity، كل distinguishable entity من هنا مثلا رونالدو بس بيساهم مع واحد فقط من الـ entities اللي موجودين في B. يعني مثلا بيساهم بس واحد مع نادي واحد اللي هو يوفنتوس. في عنا entity تانية ميسي بتساهم بس مع نادي واحد، مع entity واحدة من الـ entity set B. هذه العلاقة بنسميها 1-to-1. لو كان مثلا الموظف بيقدر يشتغل في أكثر من شركة، وكانت الـ Entity Set A بتعبر عن موظفين والـ Entity Set B بتعبر عن شركات، فبنقدر نقول إنه في عنا الموظف الواحد ممكن يرتبط بأكثر من شركة. الـ Entity الواحدة الموظف محمود ممكن يرتبط بشركة نيو لاين وشركة ديجيتال كلاود مثلا، فساعتها الموظف الواحد مرتبط بتو Entities. هذه العلاقة بنسميها 1-to-many. لو قلنا مثلا انه اللاعب، هنا واللاعب هنا، اللاعب مثلا رونالدو واللاعب ديبالا مثلا، الاثنين هذولا انتيتيز مختلفة بيقدروا يرتبطوا بنفس الانتيتي اللي هناك اللي من الاندية، والنادي بيقدر يرتبط باكثر من لاعب هنا، فبنسميها هذه ماني تو ون. لو قلنا انه مثلا الشركات والموظفين في علاقه بينهم اسمها many to many، فالانتيتي سيت موظف والانتيتي سيت شركه، اي واحد فيهم ممكن يرتبط باي عدد من الانتيتيز التانية. يعني على مثالنا مثلا لو قلنا انه في عندنا علاقه اسمها 1-to-1 بين الانتيتي سيت انستراكتور والانتيتي سيت ستودنت، فهذا معناته انه كل طالب له انستراكتور واحد بس، وكل instructor له طالب واحد بس. يعني الـ entity set instructor بتساهم بواحد،
والانتيتي سيت انستراكتور بتساهم بواحد ضمن هذه العلاقة. هذه بنقول عنها one to one relationship. كيف بنعبر عن one to one relationship جوا ال ER diagram تبعنا؟ ببساطة احنا بنحط سهم على الجهة اللي بناخد منها واحد. فمثلا هنا بناخد واحد من الانستراكتور وواحد من الستودنت، فهذه معناته انه العلاقة one to one. كيف بنعبر عن ال one to many؟ بنحط سهم في الاتجاه اللي بناخد منه one. فمثلا في عنا instructor واحد دكتور إبراهيم ممكن يكون advisor لأكثر من student، فبنحطش السهم هنا على أساس إنه ممكن الانتيتي الواحدة من instructor تساهم مع أكثر من entity من student عمر وماجد. ساعتها الستودنت ماجد والستودنت عمر مرتبطين بنفس الانتيتي من الانستراكتور البروفيسور إبراهيم. لو كانت محطوطة بهذا الشكل فاحنا بنحط سهم في المكان اللي بناخد منه واحد، وحطين سهم هنا في شيء عند الستودنت، فهذا الاشي معناته انه الطالب الواحد ممكن يكون عنده اكتر من انستراكتور. وإشي حلو في الـ ER diagram إنه كلمة many دائماً بتعني الأرقام من صفر لـ infinity، من صفر لكتير. فمثلاً لما ما نحطش هنا العلامة هذه فممكن الـ student يكون بلا instructor، وممكن يكون الـ student بأكثر من instructor. يعني مثلاً الدكتور إبراهيم والدكتور أيمن الاثنين ممكن يكونوا advisors لـ student واحد. الماني تو ماني ما بنحطش اسهم على طرفها، ومعناته انه اي عدد من الانستراكتور ممكن يساهموا مع ستودنت مع اي عدد من الستودنتس، وحتى صفر يعني ممكن يكون الستودنت ملوش ولا انستراكتور، ممكن يكون الانستراكتور ملوش ولا ستودنت، ممكن يكون الانستراكتور له 5 ستودنتس، ممكن يكون الستودنتس الواحد له 2 ادفايزرز وهكذا. في حاجه تانية برضو نقدر وبيلزم نعبر عنها جوا الاي ار موديل، هي المفهوم بنسميه participation، المشاركة للentities اللي جوا الentity set في تلك العلاقة. ممكن احنا نجبر كل entity جوا الentity set انها تشارك في علاقة معينة داخل الconceptual model تبعنا. لما نقول انه في عنا حاجة بنسميها total participation، معناته انه كل واحد كل distinguishable entity جوا الentity set لازم تساهم في هذه العلاقة المرتبطة بالentity set. يعني مثلا هنا لما نقول انه لازم يكون في total participation من students جوا relationship advisor، فمعناته انه لازم كل entity هنا يكون لها تكون ضمن هذه العلاقة، يعني تكون مساهمة في علاقة advisor. يعني بال in business rules كل student له advisor. لاحظوا انه total participation معبر عنه بخطين، نرسم بين entity set والإليب والدايموند تبعت الريليشنشيب خطين. ساعتها هذول الخطين بيعبروا عن total participation من ناحية الانتيتي سيت هذه والعلاقة. يعني كل انتيتي جوا الانتيتي سيت اللي مرسوم عندها خطين لازم تساهم في العلاقة. هنا مش مرسوم خطين، خط واحد بس، ومش مرسوم أسهم. يعني هذه العلاقة ممكن تكون أول شيء ممكن يكون many students many instructors مشاركين فيها، وممكن الانستراكتور الواحد ما يكون لوش ولا student عادي. مش لازم المشاركة الانستراكتور جوا هذه العلاقة مش إجباري. طريقة تانية عشان نكتب هذا الاشي وتفاصيل أكثر عن المشاركة، إن بنقدر جوا الـ ER diagram إن نحط الأرقام على الخطوط الواصلة بين الانتيتي سيت والريليشن شيب. يعني مثلا بهذا المثال اللي معانا، لما نحط على الخط المنطلق من الانتيتي سيت انستراكتور الى الريليشن شيب ادفايزر ونكتب عليه انه الاقل صفر والاكثر نجمه، يعني الانستراكتور هنا ممكن يكون مرتبط ضمن هذه العلاقه بالطرف الثاني. ايش الطرف الثاني؟ ستودنتس. يعني ممكن يكون مرتبط بصفر ستودنتس، ممكن يكون حتى نجمه المينيمم صفر، ممكن يكون مرتبط بصفر، وأعلى إشي مش محدد يعني ممكن يكون مرتبط بقد ما بده students. ولو اطلعنا على الخط المنطلق من entity set student إلى entity set
الـ relationships advisor لقينا انه محطوط انه المينيمم واحد والماكسيمم واحد، معناته انه كل student موجود هنا، كل entity موجودة في الـ entity set student لازم تساهم مع instructor واحد على الأقل وعلى الأكثر، يعني أنا مساهمة إجبارية total participation من ناحية student. هذه العلاقة بين student والadvisor لو بدنا نسميها هي عبارة عن one to many. وده أنبهكم هنا إنه صحيح إحنا كاتبين هنا صفر ونجمة ناحية الانستراكتور، بس لاحظ إنه الانستراكتور هو الواحد اللي بياخد many students، مش لا مش زي ما هي مبينة هنا. فبتلخبطوش لما تكون مكتوبة الكاردناليتي هنا، لما تكون مكتوبة قديش في مساهمين من المجموعة هاي في هذه العلاقة، بتكونش بتعبر عن إنه هذه العلاقة many من هاي الجهة ولا one من هاي الجهة، لأنه هذه العلاقة منطقية ما دام الانستراكتور بيقدر يساهم مع أكثر من students يبقى بياخد many من الجهة الثانية مش من جهته، وإنه هنا واحد يبقى one instructor can have many students. هذه كانت محاضرة لطيفة عن شوية مفاهيم بسيطة في الـ ER model. وخلينا نتذكر احنا بنتعلم شوية مفاهيم هنا ونتعلم كيف نرسم هذه المفاهيم، مش بس عشان نرسمهم في الامتحان ونطلع ونروح، احنا بنتعلم هذه المفاهيم عشان نعرف نسأل الأسئلة الصح، ونعرف مثلا لما يكون في عنا إشي في الشغل في الشغل أو في المشروع اللي بدنا نعمله entity، ونقعد بنعرف إنه الـ ER diagram في أنواع من الأتريبيوتس. أقعد عشان بتذكر إنه في الأتريبيوتس في مثلا في كومبوزيت أعملها كومبوزيت ولا ما أعملهاش، بروح بسأل السؤال الصح عشان أعرف إنه أعملها ولا ما أعملهاش. في عندي علاقة وبدي أشوف هذه العلاقة هذه one to many ولا many to many ولا كيف، بروح بسأل البزنس question الصح عشان أعبي الريكوايرمنت الصح. وراح نكمل إن شاء الله في هذه الطريق، وراح نعرف أمثلة كتير، وآخر الشابتر بصير الواحد بيقدر يسأل أسئلة كتير صح. وبأكد عليكم إنه في هذه الحاجات اللي ما فيش فيها دائما exact correct solution، أنت بتكون مهندس أفضل كل ما كان في عندك خبرة أكتر، كل ما كنت مجرب حاجات أكتر، أو كل ما كنت متسائل أكتر. فلما يجي عبالك تساؤلات، يجي عبالك حاجات، ما تبخلش على حالك إنك تسأله. بالنسبة لإحنا إيش غطينا في هذه المحاضرة؟ غطينا السكاشن من 6.2 لغاية 6.4، والمحاضرة الجاية إن شاء الله بنشرح من 6.5. بالتوفيق لكم، يعطيكم العافية.